إن إسكاشي لغوض ياشو كوا أن أودين إني كهر تجان حتى لغة ساعد وسي وهر تجل هاي أم حكم لغة ساعد دويد ديار وطاي أنت أصلا لسك كهشظو حقوق ولا ساري عفمتك قلب الهيلث صح لو كان عفمتك الدونك إن لسك كهشظو إنترش إنترش هيلث رجولش نسك لسك كهشظو استراتيجية لو هر تجاي عرضة فافا إن لا لا ياشو ولا وضع صحيح هيدا إيو مهارتة دلانكا إيو أدولة سنتسكا عفمت كودا إن كوميتمنت الدولة هذا أي كلام إن محي هيد طلالكا سو سارسي سيو يباهنتي سو إن لحوجيو وحيا بطن عفمت كمارت حرمها عفمت كا سولاريزيشن كودا إيو وحلو يقا إنه مهارتي إن تمرت عقارا إن مهارتي جرين إنرجي إن الله استعماله حرمها عفمات إن الله استعماله إن الحوجيو إن وحكم ده المواضيع اللي جهد لي أي كم ده حيد مرك هذا وتربنا المواضيع اللي جوضها لي لكن كلن ده عادي ده سبر برص عدينا ويبنا ين أم الدولة ده إيلنا ين أم أورخ ده يدولة ده إيلنا ين هذا وبنات مرك وحبنا الله واحد اللي مش دنك كلا وزير دكتور علي حاجي آدم وحاول شيء إن سنة كان أي سوماليا دور وين كل هيد shirweynaha caafimaadka adduunka oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 150 dowladood anaga doorkeena wuxuu ahaa in ururro iyo deeqbixiyaal oo wada shaqeyn ay naga dhaxayso ama wada shaqeyn aan ka rabno inaan la kulanno oo waxyaabaha baahideena aan kala hadalnana waan ugu faa'iideysanaynay dowlado aan rabno soo kale inaan aan la kulanno oo aan waxna la qabtaan aan rabnayna inaan la kulanno qorsheena oo kamid ah oo aan la kulanay sidoo kale in maxay ahayd meesha waxaan ka jeedinay anagoo 22 dal oo kumideysan emro mantaqada eastern mediterranean region 22 dal oo kumideysan oo Soomaaliya kamid tahay anagoo wakiilka ah waxaan meesha ka jeedinay resolution ama qaraar oo in ma aragtay dawladda adduunka oo in la ansixiyo isla qaata aan rajaynayno 2024 قرار كاس أيام مشك جيدني، ولو حوجينا يا كوميتمنت إن عفواتك أمارتي عرورته يا دولة سنتجا يهاي ذا كسابسن قرار كاس مشوا كجيدني كان بينه وقال نسي تاجر عن وحل لهن قرار كاس في الصومالية ما لها أمارتي دول ده لكو أبداً عفواتك هاي ذا إيرلانك لبداً وكجرا لمشاهدة أنا أبداً تحكمي تاعي مرك كوميتمنت جا صدي لقله الإسلاق عطنا وحبذا بينه تريسة marka qaraarkaasna meesha waa ka jeedinay marka een waxa aan maaratay sidoo kale aan yeelanay kulan dhinaceedyo fara badan ayaan la yeelanay deeqbixiyaal iyo dawladda oo saaxiib ah oo muhiimno ah aan la yeelanay wax badan oo guul ah ayaa halkaas aan kala kulanay